ناقصة رياضيات المستوى السادس، التناسبية، رأس مال، السعر، الفائدة. إذا رأس مال وسعر الفائدة. أهداف الدرس: حل مسائل تخص الفائدة والسعر ورأس مال ووضعية تناسبية تتطلب حساب الرابع المتناسب. الكفايات مستهدفة: استخدام معامل تناسب لحل مسائل من نوع القاعدة الثلاثية. سنبدأ بتثبيت وإرناء الحصة. النشاط الأول: دعم التنمية الجهوية. تدبير النشاط هو: نبدأ بالوضعية المقترحة. وضعت الجمعية مبلغ قدره 1,350,000 درهم في بنك بسعر 4.5%، كما ترى. وبعد سنة تبرعت برأس مال والفائدة لصالح المعاقين. احسب هذا المبلغ. إذن سنحسب في الأول هذا المبلغ. لنفرض وضعت الجمعية المبلغ بسعر 9.5%، فما هي الفائدة السنوية؟ إذن بعد الاستثمار الجماعي والشرح على السبورة وعلى الأوراق، نتوصل إلى أن الفائدة السنوية المترتبة عن السعر 4.5% هي 1,650,000، أي المبلغ في 4.5، أي السعر قسمة 100. المبلغ ديال الفائدة هو 60,750 درهم. المبلغ المتبرع به بالدرهم هو، لأن المبلغ سيصبح بالدرهم، هو المبلغ الذي وجدناه سنضيفه إلى رأس مال، ويصبح العدد هو 1,410,750 درهم. يعني هذا هو المبلغ زائد الفائدة السنوية. بالنسبة ل 9.5%، إذا خدينا السعر مبلغ بهذا السعر هذا، إذن نقوم بضرب المبلغ في هذا السعر ونقسمه على 100، فنحصل على 1,128,000، عفوا، و250 درهم. نبقى في مداخلة لتلميذ نزار. عليكم السلام. كنت عارف فرص مالية وبغيت نوفرها مدة سنة. مرحبا، دابا هاد الفلوس اللي قريتي لي دار راس مالك غادي نزيدوك عليه السعر 5%. هو السعر واحد النسبة المئوية اللي كتحددها ليك البنك. 5% واخا مزيان، إذا شحال كتجي الفائدة السنوية؟ الفائدة اللي عندي راس مالك أسيدي كنضربوها في السعر اللي هو 5%، وكنقسموها على 100، كتعطيك أسيدي 3,150 درهم، اللي هي الفائدة. أوكي أصدقائي، كان هذا واحد الفيديو قصير على الرأس مال والنسبة والفائدة. ونزيدكم الفائدة، الرأس المال هو المبلغ اللي يكون عند شخص، ما يكون عند واحد الشخص، يكون عند واحد الشخص كيمشي عند البنك كيعطي هذيك الفلوس، مش كيأمنوا عنده، مش من بعد سنة كيجي ياخذ. والنسبة، النسبة هي واحد السعر، هي واحد النسبة كتحدد لك، يعني تقدر تكون 5%، 10%، 20%، على حسب شنو تحدد لك البنكة. ومن بعد مرور سنة كتسدد السنة كترجع عند البنكة وكتقول لهم يعطيوك على الربح ديالك، العمر ديالك، وكيعطيوك على حسب التخفيض اللي عطاوها لك. شكرا. إذا كانت هذه هي مداخلة التلميذ بعد شرح الدرس، بعد تقديم مداخلة بسيطة. ونذهب إلى النشاط 2، حساب مبلغ الفائدة السنوية بطريقتين مختلفتين. هناك الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الوضعية
توجد في الكتاب. تعليم قراءة نص مسألة وإتمام حساب مبلغ الفائدة السنوية بطريقتين مبينتين في النشاط. حساب الفائدة السنوية المترتبة عن وضع المبلغ 175,000 درهم بسعر 7.2%. إذا نبحث عن الحل بطريقتين وباستخدام معامل تناسب ثم باستخدام الجدائين المتساويين. يبقى هناك تعاون بين التلاميذ للإجابة عن السؤال بطريقتين. إذا لنرى الطريقتين أو كلاهما لحساب مبلغ الفائدة. عندنا رأس مال وهذا 175,000 درهم. هناك الفائدة السنوية التي نبحث عنها هي أ. إذا السعر هو 7.2. نأخذ المبلغ نضربه في 7.2 ونقسمه على 100 فنحصل على معامل تناسب اللي هو 0.027. إذا أ تساوي 175,000 ضرب 0.072 تعطينا 12,600 درهم. إذن هذا هو مبلغ الفائدة السنوية. رأس مال، رأس مال هنا نقوم بضرب عود كذلك 175,000 في 7.2 ومئة في 0.072 فنحصل على أ للمبلغ ديالها هو 12,600. إذا أ تساوي 12,600. قواعد حسابية في الفائدة والسعر والرأس مال، هذا وصلنا إليه بعد هذه الأنشطة وبعد هذه المداخلات. فوجدنا أن السعر هو الفائدة السنوية في 100 قسمة رأس مال. إذا هذا لنحصل على السعر، رأس مال فائدة السنوية في 100 قسمة السعر. وأخيرا الفائدة السنوية رأس مال نضربه في السعر وقسمه على 100 كما لاحظنا وكما وجدنا في الأنشطة التي قمنا بها. انتبه، إذن هنا حساب الفائدة السنوية والسعر ورأس مال. هناك رأس مال، هناك سعر، هناك فائدة سنوية. إذن نبدأ ب أ، نبحث عن أ. أ يعني الفائدة السنوية. إذن كيف وجدنا أ؟ قمنا بضرب رأس مال في السعر قسمناه على 100 أعطانا 171.6. 171.6 ب. إذن ب نبحث هنا فيها عن السعر. قمنا بضرب الفائدة السنوية هي في 100 وقسمناها على رأس مال فعطتنا الخارج 4.3. إذن هنا عندي 4.3. ونذهب أخيرا إلى سي أي رأس مال، البحث عن رأس مال. إذن الفائدة السنوية في 100 قسمة السعر، وهذه القاعدة اللي سبقنا شفناها. إذن رأس مال هو 17,500 درهم. ونقوم بملء الجدول 17,500 درهم.
أخيرا ننتهي بهذا النشاط اللي هو نشاط 2 و3. إذا نرى الجدول، هناك رسامين مودعة في بنك بكم؟ بسعر 5.6%. وتم ملء الجدول بحساب الفائدة السنوية والمبالغ بعد مرور سنة. مثلا هنا عندنا رسم 100، فائدة السنوية بالدرهم 5.6، المبلغ بعد مرور سنة 105.6. كيف وجدنا ذلك؟ حطينا راس مال، ضربنا في 5.6 وقسمنا على 100 فحصلنا على 105.6. إذا من هنا سنبحث عن الفائدة السنوية ودائما بسعر 5.6. إذا عندنا راس مال 400 درهم، السعر 5.6، إذا مبلغ بعد مرور السنة هو ماذا؟ إذا كيف نجد الفائدة السنوية؟ رأس مال في 100 قسمة السعر، هذا يعطينا واحد المبلغ 1000 درهم. كذلك نفس الشيء 3500 درهم، نفس الشيء. هنا الطريقة الرباعية كما ترون، نبحث عن العدد إكس. إذا كيف نجده؟ أ قسمة بي في سي تعطينا إكس. إذا أ على بي، يعني هنا تصبح بي على أ كما ترون، للحصول على إكس بالطريقة الأخرى. إذا هنا نبحث على معامل تناسب أ قسمة بي. الطريقة الأخرى هي ب في C على A، ب في C على A. كذا إذن هكذا يكون الحل بالنسبة للجدول الأول. إذن هناك رساميل بالدرهم، هناك سعر اللي هو 5.6%. مثلا 100 درهم، السعر 5.6، إذا 100 في 5.6 قسمة 100 كتعطينا الفائدة هي 5.6. بعد مرور سنة نحصل على 105.6. بالنسبة ل 400 درهم، نضربها في السعر ونقسمها على 100 فيكون المبلغ بهذا. إذا أضفنا المبلغ إلى رأس مال سنحصل على المبلغ بعد مرور السنة 1000 درهم. كذلك ما نستعمله مع السعر فيعطينا هذا العدد. بعدها نحصل على المبلغ 3500، كذلك نفس الشيء تكون الفائدة 196. كيف حصلنا عليها؟ 3500 في 5.6 على 100، ثم نضيف هذا المبلغ إلى 3500 فيكون الخارج أو الناتج النهائية، أي المبلغ بعد مرور السنة بالدرهم 3600. بالنسبة للمسألة ديال السيدة عائشة، 13000 درهم كان هو المبلغ الذي أودعته في البنك بسعر 4.5%. إذا لنحصل على الفائدة قمنا بضرب 13000 في 4.5 وقسمناها على 100 فأعطتنا 585 درهم، وهو الفائدة السنوية. قمنا بإضافة رأس مال على الفائدة فوجدت في البنك هذا المبلغ بعد، طبعا بعد مرور سنة. شكرا لمتابعتكم، نرجو الإفادة في هذا الدرس، وفي انتظار الدرس المقبل إن شاء الله. تابعونا.